هو اتحمل على نفسه النهارده، كان عنده شد في الخلفيه واصر ان هو يلعب مع انه كان خارج واصابه كانت جامده الحقيقه. رغم كده جه على نفسه وعمل التدريجات وصمم بعد ماتش الجزائر كانش قادر يمشي. انا بقول لهم هو ده عماد اللي بيعمل اي حاجه، بيحط مصر قبل نفسه. ممكن الاصابه دي كانت ممكن تزيد، بس طبعا كانت ممكن تزيد. ربنا هيكرمه. هتقول له ايه النهارده؟ هتقول له عماد متبارك الف مبروك عماد، هتقول له استاذ علاء مبارك النهارده اللي جه وراكم من مصر وكان موجود في السودان وجه هنا انجولا وراكم في كل حته، الاستاذ جمال والاستاذ علاء. بجد مش عارف اقول لتعالى استاذ جمال ايه يعني. بجد انا ما شفتش حد بيعمل كده. وربنا وفقنا وربنا ظهر الحق وربنا ظهر. انتوا ناس جميله. لا هو ربنا ما بيسيبش حد. الناس دي تعبت والرجاله دي تعبت، والف مبروك والف مبروك لشعب مصر. الف مبروك يا عماد.